ثانيه نزاحمه. اوكي هاي كيفك حالي؟ لا بس انا زي هون لوين؟ هاي تبع هو من المفروض نكمل اخر مره مين كان عم يشتغل على المسرح؟ انا وسهيل. انت وسهيل؟ لا لا انت ورفيق خلصت. كان في انت وسهيل. رح نكمل الاكزرسيس بس نخلص اليوم لانه بقول لكم صراحه انا حضرت البرايم لايف اكيد كثير حلو البرايم اوكي بس لما بيكون شيء حلو بصير الواحد عم بيدقق على اقل التفاصيل وحسيت انا عم بحضر انه ناقصكم ناقص معظم منكم ناقصوا بعد يعرف يحرك جسمه على المسرح ويعرف يتعامل مع الديكور ومع التابلو يلي عم ينحط عامة بكل شيء بكل مراحل حياتكم بالبطن ليش بس تسخني بيوجعك بطنك صح بالولادة بيوجعك بطنك كلنا لعند الشباب كأنه رايحين بلهفة رايحين مغرومين اوكي اول مشهد بدي اشوفهم رافائيل برجع برجع نعمل انا وياك لحال احلى بدي احلى احلى خلوني الجسم دينا دينا جسم الجسم الجسم كل وحده لوحده يلا كل وحده لوحده كل وحده لوحده رح شوفها لا لا سهيلة سكت سهيلة يلا انت سهيلة القلب كانه من هون حدا يلا 5 4 3 2 1 لا هيدا عم تعمل جوكينج سهيلة هيدا جوكينج ايه بدي اعمل بدي اعمل سهيلة انت شوفي شو عملت فايده في عملها لا يلا مش مصدقه مدام بيتي يا نهار ازرق اه والله 5 4 3 2 1 طب سهيلة ما بس انا حسيت اني انا داخله مش لا بس سؤال ما بتعملوا شيء بتروحوا لعنده بتخزلها باي شيء بالنظره وبترجعي موجوعه 5 4 بدي اشوف اي هي احسن بنت بيناتكم هلا يلا منافسه طلعي بفيه احلى شاب ها قدامك انتبهي لا انه كلهم حلوين بس انه عم حط لك شاب حلو يعني كلهم يا 5 4 3 2 1 توب اسكت انت يا عمي بطني مش بالراحه علي بلا تشويش يلا ولا بتخرج توب حلو حلو يعني انتوا عم بتشوفوا هونيك ما قنعتنا هون ما قنعتنا صح شانتال لإلك بليز شانتال عندك اكثر شاب هيك كلاس كلاس هيك محترم شانتال راكبه فصلي تركتك للاخير انت يا بيني معطوبه حلو حلو نعم نتفرج انسي كل شيء حواليك بليز عن جد ركزي على محمد عباس خليك مصممه انا ما غنيش معك كنت حكي اذا حبيتي حدا بحياتك فيك تتذكري حدا حبيتي واذا عم بتحبي محمد عباس بيكون احسن واحسن يلا 5 4 3 2 1 توب حاسس بإعاقة ليه؟ خلي ما سهيلة سهيلة ما لازم يكون في تقطيش عباس عصا 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 أبدا يلا حنان وين هو؟ أنا
حلو حلو. بس الروحة بس الروحة بتحكي عنهم. يلا ما بين حلو نايس. هون مرقنا بعد عندي سهيلة. لا ما بدي سهيلة بقى عاصي صلقطة. انت الوحيد سهيلة عم تركز. يلا يلا سهيلة بلا احساس. انت فاكر رح تفرق. يلا بليز حاليا نعسانة ما نفكر. لا واذا فكر ما بقى. يلا بضحك. يلا سهيلة يا سامي بالله كده بقى. مربوطة الرجال عنده كبرياء. يعني إذا قلنا إنه العاشق بيتحرك بالقلب هيك، اللي عنده كبرياء بيتحرك بالتاج بالرقبة. فالرجال بس تخزله، مثلا نفترض أنا جاية وخزلتني ما بيبين زعله. ممكن ممكن الأكشن برضو في الفلوس. هلا بدي كل واحد منكم ما ضروري البنات لحال، اعملوا سيركل سيركل كلنا بنعمل سيركل. اوكي بدي كل واحد منكم يختار جمله لاغنيه وطنيه، جمله، وبيختار شريك وبيروح لعنده، والشريك يلي بيوصل لعنده كمان بيختار أغنية وطنية بروح عند حدا تاني. أوكي؟ ضروري إنه يكون هيدا عدونا اللي نختاره نحن. عدوك أو حدا، يمكن يكون عدوك، يمكن حدا بدك تشاركه غضبك. أوكي. أوكي؟ يا صمتي يا معذبني يا معذبني يا بركاني من الأحرار. رجع 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 اقوى 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 علي الطبقه. ما مش هيدا علي الطبقه يمكن ايه بس اقوى. وبعدين ليش هالتردد بالايدين؟ يعني يا بابا يا صمت اللي معذبني اللي معذب. ما بدي ما في ازيتاسيون، ما في يعني ما في تردد، ما في تفكير يعني في ما في تردد، ما في ازيتاسيون. اوكي اوكي يلا بلش انا. خلي ايه يا صمتي يا معذبني يا معذبني يا بركان. ما تضحكيش لا حبيبي. يا حبيبي اذا حسيت بدك تروح روح، بس هو هو انا بس بعطيك يعني انت لما انا لما قلت لك عن الكبرياء شو قلت لك؟ الكبرياء كانه حدا عنده التاج. تمام ايه انت كمان فيك ترسل. يلا ما تقولش هدتنا مصر، قولها نديه لمصر. عارف على فكره يا جماعه انا مصري عشان بس الناس ما تفهمش. يلا بس فيني بس كون كون مثلا انت عم تعملي هيدا الشيء بدي اياه اقوى، بدي حركتك اكبر، بدي كل شيء اعظم. لا ما رح ازعل عشي، ما رح ابكي عشي، ما رح اندم عشي. اوكي ثلاثة هنن رجعي مرة بعد ثلاثة وانا موجودة بالفرنسي. عنده ميول انه يرقص بس يمشي. فهمتوا شو قلت له؟ رقص بيجري بدمه. يلا سيلانس سيلانس. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات. برافو. ما بين ناكل فارق فارق مخبية مخبية انه نحن ما حنلاقيها. انه قومي قومي
غني نشيد، النشيد الوطني، النشيد الوطني مش حافظ. يلا عصر مش حافظ. النشيد الوطني مش حافظ. كلنا للوطن. ايه كلنا للوطن. يلا يلا تعال. يلا عصب. يلا ما بين كلنا للوطن. ما بين منو هيدي يا امي؟ لا بعرف بس في حدا. ما بين صور بعيونك شو صار من يومين؟ اوكي يلا. كلنا للوطن للعلا للعلم. عفيفة نقطة. بعدنا بعدنا منوقف كأنه رح الغنية اللي غنيتيها رائعة. أوكي بس أعطيني الممثل أو المطرب شو التمثيل؟ هو شخص عم بيعطيك حالة بمكان بوقت معين. قال اخبي هون عليك فراقي هو انت يا روحي كنت لاقي لو ناسي زمان افكرك بيه وعموما يلا مش حكاية كل ده هرمي خلاص وراي والنهاردة القلب يتوجع ليه ده حكاية في منتهى البساطة هتعب لي دوب يومين تلاتة وقلبي هقسى عليه وانا مش خسرانة في النهاية بس انت بجد مش شماتة وريني هتعمل ايه. هلا وقفة جامدة مع ميكرو كأنك وقفة مع ميكرو وغنيها من دون ما نركز على يعني خلص غنيها ما تفكر غنيها تسلي فيها. قال ايه بيهون عليك فراقي هو انت يا روحي كنت لاقي لو ناس